السلام عليكم، معكم سيف حسان، طالب سعودي في الجامعة العجمية، عضو من أعضاء لجنة الاكسسبيليتي اللي هي لجنة التنمية بالنسبة للسعودية. هاي أول محاضرة تعريفية نعملها عن برنامج الإكسير. راح نحكي عن برنامج الإكسير بشكل عام، استخداماته في عدة مجالات، وراح نحكي خصوصا استخدامه في قسم الهندسة المدنية، كيف ممكن نستعمله في المعادلات، نستخدمه في التصميم والإنشاء. هاي أول محاضرة راح نحكي بشكل عام تعريف عن برنامج الإكسل. طبعا برنامج الإكسل بس نشغله، طبعا النسخة اللي عندي أنا هي نسخة 2007، شبيهة كثير بنسخة 2010 من ناحية الشكل. في البداية هون إحنا مقسم طبعا النافذة أو الإنترفيس تبع الإكسل لثلاث أقسام. القسم الأول عبارة عن الريبن، هي هاي هاي أوكي. القسم الثاني هو الورك بليس أو الشيت، الإكسل شيت. بعدين القسم الثالث هو الموجود هنا تحت هو الستاتس بار. أوكي، هلا خلينا نحكي أول شيء عن الريبن، المنطقة الرأيوية. هون طبعا هي بتختلف عن خلال ثلاث، إنه كانوا يستعملوها بار وكيك بيس بار بوب كارد وأشياء سهلة. هلا هون فين أول شيء هون هو عبارة عن اسمه كويك أكسس تو بار، هاي عشان نحصل أشياء بسرعة. من هون حط سيف انتو ريدو وبرنت بريفيو ام اون يو. بعد هون بننزل عندنا على التابس الموجودين هون. اول واحدة هي هوم اللي فيها ابلكيشن واحدة واحد بيستعمله من كليب بورد فونت الاينمنتس نمبر ستايلز سيلز بليدنج بليدين. بعدين بروح على انسرت عشان يمكن انزل او اضيفها، مثل التيبلز البايفوت الستريشن شارتس لينكس تكست الى اخره. بعدين التاب اللي بعديها اللي هي بيج لاي اوت، هي شكل البيج اللي بشتغل عليها واخليها من اليمين للشمال، من الشمال لليمين، فيو للجريد لاين الى اخره. هون يمكن اغير اورينتيشن للبيبر، اخليه من بورتريت لاند سكيب سايز البيبر اللي بنشتغل عليها مع بنشتغل اي 4. وبعدين نوع الفورمولا، الفورمولاز فيها الفانكشن لايبرري ايش ممكن ننزل بها. الفورمولاز عندنا هون simply use financial, logical, fix, time and date, lookup, math, and more functions such as statistical, engineering, and calculus functions. بعدين بروح على طبعاً data هاي، ممكن تعطينا filter, source, ونشوف data tools، ممكن تعمل لنا object analysis عشان نحل المعادلات مثل الجوسي تغير واحد وهي الأشياء. بعدين عندنا review، طبعاً review تاب جدا مهم. نعمل بروفينج، نعمل سبيلينج، تشيك سبيلينج، نعمل كونت زي ما عارفين عنا. هون بنضيف كومنتس على السيلز هون عشان نعمل بروتكت السيل اللي عنا. اند فيو دي طريقة عرض البيبر او الاكسل شيت، بكون بطبعها او ممكن نخليها فول سكرين عشان نرتاح في الشغل. اوكي طبعا هون بنعمل سكيب باي ورقة. اوكي وهاي الديفلوبر بس نوصلها بنحكي عنها ان شاء الله. بس خلص نخلص من التاب العلوية فوق اللي هي هاي اللي هي الربن. بقول انا جزئين، اللي هو جزء الفورمولا بار الجزء الاول، الجزء الثاني اللي هو النيم بوكس. النيم بوكس اللي هو اسم الخلية اللي انا حاط مؤشر موجود فيه، يعني هو موجود في الخلية رقم بي 2. اوكي فاسم الخلية موجود هون انه بي 2. هلا بس خلصنا من الربن المنطقة العلوية، نيجي على منطقة الورك شيت. الورك شيت مكون زي ما انتم شايفين خلايا. الخلية الواحدة هي التقاء صف بعمود، مثلا هذا التقاء الصف الرابع بالعمود الثاني، فالعمود P مع صف 4 صار اسم الخلية P4. فواحنا هون عندنا التقاء العمود F مع الخلية مع الصف الثالث صار اسم الخلية F3 وهكذا. طبعا عدد الخلايا الإكسل كثير كبير، يعني نقدر نشوف هون عندنا 1,048,576 صف، وعندنا لحد اكس اف دي اعمده. اوكي طبعا هذا كبير، ممكن شوي نزيد عليه. بعدين ننتقل هون المنطقة السفلية تحت. هون في عندنا اللي هي شيتس، كم شيت موجود في السبريد شيت هاي. انا هو شيت 1 2 3 طبعا لانه لف فاضي ما في شيء. في طبعا عاده بنزل ثلاث في الديفولت سيتنج لازم اغيرهم. هون ممكن نضيف نيو.
نيو شيتس ونشتغل عليهم. طبعا هاي الاسهم عشان ننتقل بين الشيتس اذا كان عددهم كبير، هون الاسهم عشان اروح يمين شمال وننزل لفوق الكهرباء بيكون شيت كبير. اوكي، بعدين ننزل هون تحت عندنا شيء اسمه ستيتس بار، ورجينا الحالة وطلع لنا داتا كثير مفيدة نقدر نستعملها. هون ممكن نعمل زوم ان زوم اوت، هون نغير الفيو شغالين عليها الى اخره. لحد الان احنا خلصنا اليوزر انترفيس، عرفنا كل شيء فيه، بس خلينا نحكي شوي عن تاب اللي هي الهوم في البدايه. هلا تاب الهوم مقسوم لعده اقسام، الاولى اسمها كليب بورد، الثاني اسمها فونت، الثالث اسمها الاينمنت، الرابع اسمها نمبر، الخامس اسمها ستايل، السادس اسمها سيلز، والسابع اسمها انتي. هلا بالنسبه للكليب بورد، لما الكليب بورد لما نستخدمها مثلا في شيت ما بدنا اياها، طبعا لما تكون عامل كوبي لشيء معين تعمل له بيست تكبس عليه من هون، او بتكبس هون بطلع بيست سبيشال از بيكتشر الى اخره. ممكن كمان تختار شيء تعمل له كوبي وفورمات بينتر. حنحكي هاي فورمات بينتر اذا كان عندك سيل معينه مثلا نحكي لونها اصفر وحبيت تنقل الفورمات تبع هاي، بس ما نحط نفس الحجم نفس كل شيء، بس تنقل الفورمات تبع السيل تكبس فورمات بينتر وتسخن. اوكي، هلا هذا في البدايه. اوكي، هلا هون بنكون خلصنا الكليب بورد. هلا عند الفونت، هاي تعطينا الفونت او الخط اللي جوا السيل، انه اسم الخط هون اسماء الخطوط، ممكن مثل ما نعمل الوورد او الباوربوينت، هون حجم الخط، ممكن نكبر الخط مقدار درجتين او ننزل مقدار درجتين. هون ممكن نعمل بول مثلا او ايتاليك اند لاين، هون عشان نعمل بوردر للسيل نفسها ممكن اقول بوردر فانا او اكبر جهات بوردر. ممكن نحكي بس بيك اوت نغيره، ممكن انه نرسمه نغير لونه داخلي. هون بعدين لون السيل نفسها شو بدنا نحطه، هون لون الخط اللي هو الكلام اللي جوا السيل. اوكي، هلا بالنسبة للالاينمنت، الالاينمنت هون بتعطيني انه انا بدي اكتب بقاع السيل او في وسطها او في اعلاها. اوكي، هون بعطيني في الوسط اللي على اليمين، الالاينمنت يمين او على الشمال. اوكي، هون اتجاه الكتاب من يمين لشمال او من شمال لليمين او من شمال لليمين او من يمين لشمال بالسيل. هون بحكي اتجاه الكتابة السيل اللي فيرتيكال، اعطيني هي زي هيك. اذا عملته هيك ممكن اخليه زي هيك، يعني حسب الاتجاه اللي انت بتحبه. ممكن بالاخير تعمل فورمات الاينمنت وتغير الزاوية اللي بيناسبك. اوكي، هلا هون ممكن تغير اتجاه ليفت رايت رايت ليفت، أو ممكن تعمل وورد تكست، تعمل مارج سيلز. هون لو نعمل تو سيل ثري سيلز نعطيهم خانة واحدة، ممكن نعمل مارج تصير هاي اسمها سيل واحدة، طبعا الاسم تبعها هي كانت المفروض بي 2 سي 2 ودي 2 اي 2 اف 2، صاروا خلية واحدة، صار اسمها هاي الخلية هو أول خلية على الشمال اللي هم هاي الحالة اللي هو بي 2. ممكن نعملها بيرست ونرجع نفكها نرجعها زي ما كانت. خلصنا من الالاينمنت، نروح عند النمبرز. طبعا هاي هي فورمات للسيل نفسها، ممكن نخليها جنرال تاخذ اي داتا، ممكن نعملها تاخذ بس نمبرز، تاخذ بس كرنسي، اكونتنج، شورت ديت، لونج ديت، تايم، برسنتج، فراكشن، ساينتفك اند تكست، ممكن نضيف مور، ممكن نعملها كاستيوم ونضيف نعمل اللي بدنا اياه على السيل. اوكي، هلا هون بنعملها بسرعة، ممكن نعملها كرنسي، كرنسي نعبي رقم يبدأ مباشرة انه عملة. اوكي، نغير هاي مباشرة بتعرف انها عملة، لو غيرنا المبلغ مباشرة بتعرف انها عملة، هذا بتطبق خاصة الألف عند مي. اوكي، هلا ممكن نعملها نلغي العملة ونعملها بيرسنت. يعني كتبنا واحد هي واحد بالبيرسون، لو حطينا الخلية هاي تساوي هاي رح تعطيني اياها واحد بيرسون، بس لو حولنا هذه لنمبر حصير 0.01 هي 1%. اوكي، ففي مشكلة عادة بتصير ما بعرفوا انها بيرسون بحكوا 12%،
او انه بيحرق 12%. تمام، فهون كمان شغله لازم نشتغل عليها. بعدين هذه تخليها accounting، تخلي شغله مصاري. لو كتبنا هيك، لو كتبنا مبلغات، هي حتعطيني accounting مصاري بس بدون عمله. هاي عشان نزيد عدد فواصل الارقام بعد الفاصل ينقل الارقام بعد الفاصل. بس هاي هي ما بتعمل راوندينج، هي بس تغير المنظر. يعني خلينا نعمل ديليت. تمام، هلا بالنسبه للستايلز هاي راح نجي محاضره ان شاء الله خصوص لها او الفانكشن تبعها. اول شيء عندنا كونديشنال فورماتنج، بعدين فورمات تيبلز، ستايلز للسيل، غير ستايل للسيل، غير ستايل تبعها. اوكي، بعدين ممكن هون عندنا السيلز، نعمل انسيرت للسيلز، نعمل ديليت للسيلز. هون عندنا فورمات غير هايت ويد، نخش فيها نخليها بين الى اخره. عندنا الايديتنج، عندنا هون فانكشن سريعه نستعملها، سم افريج كونترولز ماكسيموم. بعدين في عندنا هون فيل، راح فيها تفصيل. عندنا كلير، كلير مفصول على الاقسام، كلير اول برجع السيل زي ما كانت، كلير فورمات بغير فورمات السيل اللي هو برجعه ابيض، يعني كان في صفرة في الجزئية، كلير كونتنت بخلي الفورمات بس بمحي الكلام الموجود فيها، وكلير كومنتس راح نيجي عليها. بس نيجي في شيء اسمه بضيف كومنت على السيل نفسها، بس تأشر في الماوس زي هيك السيل. اوكي، بيطلع لك كومنت هون هيك، ايش هاي الفاليو هون، اذا استعمل كلير كومنت بمحي. تمام، هلا اللي بعديها سورت اند فلتر. ممكن تعمل سورت من A to Z او من Z to A، او تعمل كاستم سورت، او ممكن تعمل فلتر. او شو هنعمل شيء انه نرفع انه فاضي هون. ممكن نعمل فايند اند سيلكت، نعمل فايند ندور على شيء معين، ممكن نعمله لوب كيس نبين نبدل هاي الكلمه هاي الكلمه. ممكن نعمل جو تو وجو تو سبيشال وفورمولاز وكومنتس والى اخره. هنجرب ان شاء الله بالتفصيل. واعتقد هيك خلصنا اول محاضره، محاضرة تعريفية برنامج الإكسل. وإن شاء الله المحاضرة الجاية راح نبدأ برنامج الإكسل بشكل عام ومبسط بإذن الله. مع السلامة.